جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة الوجه رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول أم أحمد تسأل وتقول: لقد ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة، فهل هذه اللعنة شاملة لمن لم تكن تعلم بتحريمه أي لجهلها؟ من لم تكن تعلم بتحريمه فإنها معذورة تعذر بالجهل، لكن عليها أن تزيل هذا الوشم إذا أمكن. إذا أمكن إزالة هذا الوشم بأي طريقة متيسرة فإنه يجب ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يبقى ولا إثم عليها لأنها جاهلة في وضعه حين ذاك. نعم.